الحرب دائما ما تصنع الحلفاء الأقوياء، بل إنها تمهد طريقة للعمل مع أشخاص لم تكن حتى لتصافحهم في ظروف أخرى. الأمر أيضا ينطبق على أعدائك، سيتحدون عندما يحتاجون إلى ذلك. أهلا بكم في عسكري تاليا. الخارجية الأمريكية أعلنت موافقتها على بيع 23 طائرة هليكوبتر من طراز شينوك 47F في صفقة بلغت قيمتها 2,600,000,000 دولار إلى مصر. هذه الصفقة جاءت بعد أيام فقط من موافقة الخارجية على صفقة أخرى أيضاً لمصر تتضمن بيع مجموعة من الصواريخ المضادة للدبابات والدروع من تراز تو بقيمة 691,000,000 دولار. وزير الدفاع الأوكراني قال إن بلاده بدأت في تلقي صواريخ هاربون المضادة للسفن من الدنمارك، وكذلك مدافع هاوزر ذاتية الدفع من الولايات المتحدة، وكذلك مدافع ذاتية الدفع أيضاً من فرنسا. هذه الأسلحة من المفترض أن تدعم الجيش الأوكراني في معاركه مع روسيا، خاصة في المعارك التي تدور في المنطقة الشرقية والتي تعتمد بشكل كبير على الأسلحة الثقيلة، كما ستعزز قدرة القوات الأوكرانية على إبقاء الأهداف البحرية الروسية في البحر الأسود في مرمى نيرانها. لكن وعلى الجانب الآخر، هناك خيبة أمل أصابت الجانب الأوكراني بعد تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لن يسمح بتزويد كييف بأنظمة صواريخ بعيدة المدى يصل مداها إلى الداخل الروسي. يأتي هذه التأكيدات بعد أن تحدثت وسائل إعلام مختلفة عن نوايا واشنطن بتزويد كييف بهذه الأنظمة، الأمر الذي وصفته موسكو بالقرار العقلاني من قبل واشنطن. خلال الحرب العالمية الثانية كانت المخاطر تحيط بكل شبر من أوروبا، إلا أنه كان يكفي أن تضع قدما في السويد حتى تصبح محصنا ولا يسمح لأحد أن يطلق عليك النار. كانت السويد أكثر دولة تنعم بالحياد منذ أن اجتاحتها الحروب النابليونية أوائل القرن 19. الآن الحرب في أوكرانيا كتبت بالفعل نهاية أشهر حياد أوروبي في التاريخ. السويد وفنلندا تقدمتا بالفعل بطلب للانضمام إلى حلف الناتو. السويد تسعى للحفاظ على أمنها من خلال الانضمام لأكبر حلف عسكري في العالم. لكن في المقابل، ما الإضافات التي ستمثلها السويد بالنسبة للناتو؟ هذا ما سنتعرف عليه من رئيسة قسم الشؤون الأمريكية في الخارجية السويدية والمندوبة السابقة للسويد لدى حلف الناتو، السفيرة فيرونيكا وان دانييلسون. سفيرة فيرونيكا، أهلا بك معنا في عسكري تاليا. ما هي القيمة العسكرية التي تضيفها السويد بالنسبة لحلف أكبر حلف عسكري في العالم، يعني به 30 دولة؟ شكرا جزيلا لاستضافتي وإتاحة هذه الفرصة لي للتحدث إليكم عن هذه التغيرات الكبرى على صعيد سياسات السويد الأمنية والخارجية، والتي تأثرت بشكل كبير بعد غزو روسيا لأوكرانيا. عندما تقدمنا بطلب العضوية للناتو، كان ذلك مبنياً على خلفية تعاوننا مع الحلف خلال 20 عاماً الماضية، وبخاصة إسهاماتنا في عمليات إدارة الأزمات في الناتو، مثلما حصل في كوسوفو والبوسنة وأفغانستان لسنوات طويلة. فلدينا علاقات مقربة مع الناتو، وبلا شك هذا تغير كبير ويعتبر تحولاً من دور الشريك إلى التقدم للعضوية. ومن وجهة نظري، فإن إسهامنا الأساسي هو عبر معارفنا وتجربتنا مع دول البلطيق التي تأثرت بشكل كبير بعد تردي الأوضاع الأمنية التي يشهدها العالم. لدينا معرفة واسعة فيما يخص شرق أوروبا ودول البلطيق وروسيا، علاوة على الإضافات النوعية للحوار السياسي ووجهات نظر الناتو. كما أن السويد ومنذ سنوات طويلة لديها قدرات دفاعية وطنية وقدرات عسكرية وصناعة دفاعية متقدمة، حيث قمنا بتطوير طائراتنا المقاتلة وغواصاتنا. أما القدرات الصناعية العسكرية فنأمل أن نوفر المزيد من القدرات الدفاعية للناتو. لكن فيما يتعلق بالاندماج، إلى أي مدى السويد بكل إمكانياتها الدفاعية قادرة على الاندماج عسكريا مع قوات حلف الناتو في المستقبل؟
أعتقد أن هذا الجانب سيكون هو الأسهل ضمن عملية الانضمام للناتو. علينا أولاً الاستجابة لمتطلبات ومعايير التقدم لعضوية الناتو، وسيتم تقييمها من قبل الحلف. وقد سبق أن عملنا وأسهمنا في عمليات كثيرة مع الناتو على مر السنوات، فقواتنا المسلحة قادرة جداً على الاندماج مع قوات الناتو، حيث عملنا مع قوات الحلفاء كافة ضمن سياق عمليات إدارة الأزمات مع الحلف. فنلندا والسويد كلتاهما قادرة جداً على الاندماج مع قوات الناتو، وأعتقد كما قلت أن هذا الجانب سيكون الأسهل من عملية الانضمام. اشتركنا في تدريبات عسكرية عديدة مع قوات الناتو خلال السنوات الماضية، حيث حافظنا على علاقاتنا القوية وقدراتنا على الاندماج مع قواتهم في حال حدوث أسوأ السيناريوهات، من أجل توفير المساعدات العسكرية أو استقبالها إذا ما واجهت السويد تحديات عسكرية. السفيرة فيرونيكا، السويد الآن بعد أن تحولت من دولة حيادية إلى دولة تحاول الانضمام لحلف الناتو، هل هي في حال الموافقة على طلب الانضمام الخاص بها للحلف، هل هي مستعدة لرفع ميزانيتها العسكرية وكذلك زيادة عدد قواتها النظامية؟ Yes, as we said, now we've put forward our applications for NATO membership. نعم، وكما قلنا فقد تقدمنا بطلب العضوية للناتو، والآن سيتم تحليل هذا الطلب من خلال مراجعة أعضاء الناتو كافة لطلبنا. هذه بلا شك خطوة سياسية مهمة، ونأمل في الحصول على الدعم الكامل من أعضاء الحلف. أما فيما يخص الحيادية فاسمح لي بأن أقول إننا ما عدنا دولة حيادية منذ عام 1995 عندما قررت السويد وفنلندا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لم نطالب بوضعية الدولة المحايدة بصفتنا دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، ومعنى ذلك أن الاتحاد الأوروبي إذا ما اتخذ موقفا سياسيا معينا فالسويد تدعم هذا الموقف بالكامل، كما تدعم وجهات نظره السياسية. فنحن لسنا دولة حيادية فيما يخص القيم، ولكننا حتى الآن دولة حيادية عسكريا، برغم أننا كنا شركاء للناتو في السابق وتقدمنا بطلب العضوية الكاملة الآن. لكن ماذا لو قوبل طلب السويد بالانضمام لحلف الناتو بالرفض؟ هل تعتقدي أن هذا الأمر سيكون له تبعات أمنية وعسكرية على السويد في المستقبل؟ أعتقد أن هذا جزء من الأوضاع السياسية المتردية في منطقتنا التي بدأت في عام 2014 عندما غزت روسيا القرم وقامت بضمها، وكان ذلك بمثابة نداء يقظة لنا وللعديد من الدول الأوروبية الأخرى من أعضاء الناتو أو غير الأعضاء. السويد وفنلندا قررتا الاستثمار بشكل كبير في الدفاع القومي. من وجهة نظرنا هذا مهم على الصعيد الوطني، وهذا جزء من إسهاماتنا للحلف من خلال توفير الضمانات الأمنية نتيجة للغزو الروسي لمنطقة دونباس ومحاولة الوصول إلى كييف. قررت حكومتنا قبل أسابيع قليلة تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للأغراض الدفاعية. السويد لديها استثمارات كبيرة في مجال الدفاع، وكما قلت لدينا صناعة دفاعية بدأت تعزز أعمالها، والتزامنا القوي بالدفاع عن وطننا سيكون جزءاً من إسهاماتنا للدفاع عن الناتو، وتركيزنا الرئيسي في منطقة بحر البلطيق وشمال وشرق أوروبا هو نتيجة لقربنا الجغرافي منهم. سفيرة فيرونيكا وان دانيالسون، مندوبة السويد السابقة لدى حلف الناتو، شكراً جزيلاً على كل هذه التوضيحات. We'll be right back.
مع استمرار تدفق الأسلحة الغربية على أوكرانيا وتصاعد شبح الحرب، وجدت روسيا نفسها مضطرة إلى تعزيز أنظمتها الدفاعية خوفا من أي محاولات لاستهداف مصالحها في العمق. من هنا جاء لجوء موسكو إلى منظومة S-500، هذه المنظومة التي استغرق تطويرها أكثر من 10 أعوام. هذه المنظومة تضم مجموعة متنوعة من الصواريخ للتعامل مع أهداف مختلفة، منها صواريخ مخصصة لاعتراض الصواريخ البالستية. كما يبلغ المدى الزمني لاستجابة هذه المنظومة 4 ثوان فقط، وهو أسرع بنحو 6 ثوان للاستجابة من سابقتها والمعروفة باسم S-400. منظومة S-500 لديها قدرة على رصد الأهداف في نطاق 800 كيلومتر، بل وإصابتها في نطاق 600 كيلومتر، وعلى ارتفاع قد يصل إلى 200 كيلومتر. هذه المنظومة لديها أيضا القدرة على اعتراض 10 أهداف في وقت واحد، كما تضم عدة رادارات مخصصة لأنواع محددة من الأهداف الطائرة، حيث يختص رادار بالطائرات والمروحيات، وآخر بالصواريخ المجنحة، وثالث بالصواريخ البالستية، ورابع بالأقمار الصناعية. كل هذه الإمكانيات ستمكن هذه المنظومة حسب التصريحات الروسية من اعتراض الأهداف الأسرع من الصوت والصواريخ البالستية، وكذلك الطائرات الشبحية مثل طائرة F-35 الأمريكية، بالإضافة إلى الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض. أما على صعيد المنظومات الأخرى المشابهة لهذه المنظومة حول العالم، فتعد منظومة ثاد الأمريكية هي المنظومة الأقرب لمنظومة S-500 من حيث القدرات والكفاءة. بعد الفاصل، بعد أكثر من 40 عاما من الخدمة، بلاك هوك لا تزال في المقدمة. على مدار التاريخ لم يحظى سلاح بنفس القدر من الشهرة التي حظيت بها، كما أن سقوط 2 منها في الصومال تحول إلى فيلم يحمل الاسم نفسه، طائرات بلاك هوك الأمريكية. طائرات بلاك هوك متعددة المهام التي تصنعها شركة سيكوروسكي الأمريكية خدمت القوات الأمريكية منذ عام 1979، كما شاركت في عدة حروب، وتم إنتاج أكثر من 4000 طائرة منها حتى الآن. برغم مرور كل هذه السنوات، لا يزال الطلب على بلاك هوك مستمرا حتى اليوم. للحديث أكثر عن طائرات بلاك هوك وما تتمتع به من مميزات وما تخطط له كذلك الشركة في المستقبل لهذه الطائرة، معنا من نيويورك السيد حامد سليم، نائب رئيس شركة سيكوروسكي. أولا سيد حامد، أهلا بك معنا في عسكري تاريا. بعد كل هذه السنوات، ما الذي يجعل بلاك هوك مميزة وكل هذا الطلب عليها في الأسواق الآن؟ First of all, thank you for having me and peace be with you and to the people of the Middle East. أولا شكرا للاستضافة، والسلام عليكم وعلى جميع سكان الشرق الأوسط. مروحية بلاك هوك هي أفضل مروحية خدمات، وهي متعددة المهام والأدوار. توفر بلاك هوك الدعم الجوي التجاري والعسكري الحيوي للولايات المتحدة و30 دولة أخرى حول العالم، نظرا لاستخداماتها المتعددة وقوتها وتكلفتها المنخفضة. إنها المروحية الهجومية الرئيسية، ولا تزال تمثل العمود الفقري للجيش الأمريكي والطيران العسكري العالمي. استخدمت في مناطق قتالية عديدة لإيصال وإخراج الجنود وإنقاذ الأرواح وإيصال المساعدات الطبية وإجلاء الجرحى، كما توفر المعدات الضرورية للجنود ومعدات الطوارئ خلال الكوارث الطبيعية، فضلا عن قدراتها القتالية الجوية ومراقبة الحدود. لقد أنتجت أكثر من 4000 مروحية بلاك هوك من كل أنواعها حول العالم، 2000 منها تعمل مع الجيش الأمريكي، ونحو 700 منها بيع إلى عملاء حول العالم عبر المبيعات العسكرية والعقود التجارية.
لقد حظيت مروحية M60 بأربعين عاماً من التحديثات لتحسين أدائها وخبراتها العملياتية. نحن مستمرون في توفير مروحيات بلاك هوك لعملائنا، ونحن متحمسون لفرصة الاستمرار بخدمة عملائنا في الميادين الدولية وخاصة الاهتمام الدولي مع استمرار منصتنا بالنمو لبناء وتوفير البلاك هوك للدول المختلفة مثل دول الشرق الأوسط اليوم. طيب سيد حامد، الآن مع دخول المسيرات والأنظمة غير المأهولة التحديات كذلك تزداد أمام الطائرات التقليدية. على هذا الجانب، ما هي خطتكم لتطوير بلاك هوك في المستقبل؟ سيكورسكي ملتزمة بتطوير وتعزيز مروحيات بلاك هوك لتلبية احتياجات ومهام عملائنا المتغيرة باستمرار تماشيا مع حروب المستقبل. عملاؤنا من القوات العسكرية يدركون أن بلاك هوك ستبقى ضمن ترساناتهم لعدة عقود قادمة، وعليهم تحديثها وفقا للتغيرات المستمرة للطائرات العمودية. تتطلع سيكورسكي للاستمرار بإرث هذه المروحية التي أثبتت كفاءتها على أرض المعركة وصولا إلى سبعينيات القرن الحالي، ودعم الجيش الأمريكي والجيوش العالمية مع استخدامها للطائرات العمودية خلال العقود القادمة. نركز جهودنا على تحديثات تجعل مروحية بلاك هوك متوافقة مع متطلبات المستقبل، حيث تشمل منظومتنا المتكاملة للطائرات العمودية الهيكليات المفتوحة وزيادة المدى وقدرة الصمود والتحليق والاكتفاء الذاتي. بعض الأمثلة تشمل ذاتية القيادة، حيث تشاركنا مع الحكومة الأمريكية في برنامج أتمتة الطاقم الجوي، حيث جعلنا من الطيران الذاتي واقعا حقيقيا لتوفير الرحلات الجوية الأكثر ذكاء وأمانا لطواقمنا الجوية. في 5 فبراير من هذا العام تمكنت سيكورسكي بنجاح من تحليق بلاك هوك معدلة بهذه التكنولوجيا في رحلة جوية على مدى 30 دقيقة من دون طيار، وحققنا بذلك ثورة في أسلوب تنفيذ الطيارين والطواقم الجوية لمهامهم. سيد حامد، هل لديكم مشاريع مشتركة لتطوير شراكات مع شركات محلية هنا في الشرق الأوسط في المستقبل؟ سيكورسكي وشركتنا الأم لوكهيد مارتن عملتا في الشرق الأوسط منذ عدة عقود، ونحن نثمن علاقاتنا بشعوب الشرق الأوسط. أنا شخصيا عشت في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ونحن ممتنون لعملائنا في المنطقة مع استمرارهم بالتوسعة. سبق أن سعينا لتحقيق نشاطات التطوير المشتركة في الماضي، ونظرا لطبيعة عملنا فلن أخوض في التفاصيل، ولكنني أقول إن لدينا علاقات رائعة بشركات وحكومات المنطقة، وحيثما هناك جدوى اقتصادية فنحن نعمل على التعاون على بناء تلك القدرات مع دول معينة من أجل تطوير التكنولوجيا الجديدة مع إضفاء الطابع المحلي وتوفير الأفضلية الاقتصادية لمستخدمينا وعملائنا. السيد حامد سليم، نائب رئيس شركة سيكوروسكي الأمريكية، شكرا جزيلا على وجودك معنا ولكل هذه التوضيحات. سلاح فتاك يعود تاريخه إلى أكثر من 2 قرنين من الزمان، ولا تزال الدول تراهن عليه حتى الآن في حروبها المستقبلية. الغواصات. أول غواصة تم بناؤها لأغراض عسكرية كانت في الولايات المتحدة في عام 1775، أطلق عليها اسم تيرتل أي السلحفاة. صنعتها مجموعة من الثوار الذين كانوا يقاتلون القوات البريطانية في حرب الاستقلال الأمريكية. يتكون طاقمها من بحار واحد، صندوق خشبي بدائي اقتصرت مهمته على تفخيخ السفن ولم يكن ناجحا بالقدر الكافي. أول غواصة تمكنت من مهاجمة وإغراق سفينة حربية كانت غواصة هانلي في عام 1864، غواصة تعمل بالمجاديف ومسلحة برأس حربي في مقدمتها ينفجر بعد اصطدامه بالهدف. تمكن بحارة القوات الكونفدرالية من إغراق مدمرة البحرية الأمريكية خلال الحرب الأهلية، لكن قوة الانفجار أغرقت الغواصة مع طاقمها المكون من 8 أفراد في هذا الوقت. في عام 1866 تمكن الباحث البريطاني روبرت وايتهيد من صناعة السلاح التقليدي للغواصة والمعروف باسم التوربيد، والذي ينطلق نحو الهدف لينفجر فيه بعيدا عن جسم الغواصة.
الغواصة الأولى التي دخلت رسمياً في سلاح البحرية كانت في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1900، كانت تدعى USS هولاند. كانت هذه الغواصة تعمل بمحرك يعمل بالوقود وهي على سطح المياه، ويعمل ببطارية وهي تحت المياه. الحرب الأولى التي شاركت فيها الغواصات كان بين روسيا واليابان في عام 1905، لكن أول حرب شاركت فيها الغواصات بكثافة وفعالية كانت الحرب العالمية الأولى، حيث تفوقت الغواصات الألمانية وتمكنت من إغراق ما يقارب من 5000 سفينة، معظمها سفن مدنية تابعة للحلفاء في هذا الوقت. ألمانيا أيضا عادت واستخدمت الغواصات بفعالية كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية، خاصة في المحيط الأطلسي أثناء محاولتها حصار بريطانيا ووقف المساعدات الأمريكية، كما نجحت في إغراق أكثر من 3000 سفينة لقوات الحلفاء، من بينها 175 سفينة حربية. الولايات المتحدة أيضا استخدمت الغواصات بنجاح كبير في مطاردة وإغراق عدد كبير من السفن الحربية والمدنية اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية. أما بالنسبة للمعركة البحرية الأخيرة التي شاركت فيها الغواصات كانت في حرب فوكلاند، حيث تمكنت الغواصة النووية البريطانية كونكرور من إغراق البارجة الأرجنتينية الأدميرال بيليغرانو في عام 1982. عملية تطوير الغواصات استمرت حتى الآن، حيث لدينا الآن غواصات يتم تسليحها بصواريخ باليستية وكذلك صواريخ جوالة. هذه الغواصات لديها أيضا القدرة على حمل رؤوس نووية، كما أن تم أيضا تطويرها لتعمل بمحركات تعمل بالطاقة النووية، ما مكن هذه الغواصات من البقاء تحت المياه لأشهر وتنفيذ مهام في أي مكان حول العالم. برغم خسارة ألمانيا الحرب العالمية الثانية، إلا أن الكثير من الخبراء العسكريين يؤكدون أن التكتيكات التي وضعها القادة الألمان خلال الحرب تعد من أكثر الأساليب القتالية فعالية وحتى الآن، من بينها تكتيك الحرب الخاطفة. الحرب الخاطفة، أدخلت ألمانيا هذا التكتيك في ساحات الحروب لأول مرة في هجومها على بولندا عام 1939، ويعتمد على مبدأ تركيز القوة الذي كتب عنه الباحث الاستراتيجي الألماني كارل فان كلاوزوفيتش في كتابه الشهير عن الحرب الذي صدر في القرن 19. وهو تكتيك هجومي يعتمد على تركيز القوات على مهاجمة منطقة محددة في خطوط دفاع العدو بهدف إحداث ثغرة تمكن القوات المهاجمة من التبول سريعاً في عمق مناطق الخصم ومحاصرة أماكن تجمع فرق الاحتياط وقطع خطوط الإمداد. إنشاء فرنسا خط ماجينو الدفاعي بطول حدودها الشرقية شجع ألمانيا على التحضير لتكتيكات تمنع تكرار تجربة حرب الخنادق أو الدفاع الثابت والتجهيز لهجوم في العمق. الهجوم الألماني الخاطف في مايو عام 1940 الذي نجحت فيه في اجتياح بلجيكا وهولندا وصولاً لعمق فرنسا وسواحلها الشمالية، كشف نجاح تكتيك الحرب الخاطفة، حين نجحت ألمانيا في تجاوز خط ماجينو الدفاعي والالتفاف عليه وقطع خطوط الإمداد وتشتيت قوات الحلفاء وشل قدرتها على شن هجمات مضادة فعالة. وتكررت نجاحات تكتيك الحرب الخاطفة في الهجمات الألمانية اللاحقة ضد الاتحاد السوفيتي وقوات التحالف في شمال إفريقيا، وبدأت قوات التحالف وتحديداً بريطانيا والولايات المتحدة باعتماد تكتيك الحرب الخاطفة في عملياتها ضد ألمانيا. يعد التنسيق البري الجوي الوثيق وتحقيق السيطرة الجوية أساساً لنجاح أي حرب خاطفة، والتي لا تزال معظم جيوش العالم تفضلها لتجنب الدخول في حروب استنزاف ولحسم المعارك بسرعة.
حلقة عسكري تاريا لهذا الأسبوع قد انتهت. الأسبوع المقبل المزيد من الأسلحة والمزيد من الصفقات. في أمان الله.